هل تعلم كيف يحيي الأفيال بعضهم بعضاً؟ دراسة جديدة منشورة في مجلة Communication Biology أكدت أن الأفيال تتصرف مثل البشر، إذ تحيي بعضها البعض بعدة طرق مختلفة عبر رفرفة أذانهم أو الزئير، كما أن رائحتهم تلعب دوراً مهماً في التحيات وكذلك في توليد الرغبة الجنسية لديهم. الباحثون يقولون إن الأفيال تعيش فيما يسمى بمجتمع الانشطار والاندماج، أي غالباً ما تنفصل وتجتمع مجدداً ربما بعد ساعات أو أيام أو أشهر، إذ تحكم ذكور الأفيال روابط اجتماعية ضعيفة، وقد تهدف تحياتهم إلى تخفيف التفاعلات العدائية المحتملة، ويميلون بشكل أو بآخر إلى العزلة، وهو عكس إناث الفيلة التي تشكل مجموعة ترابط مع بعضها البعض. لكن في النهاية وبشكل عام، فإن تحية الأفيال تهدف لتعزيز روابطها الاجتماعية في بيئتها المقتصرة عليها.